لازم أبدأ كلامي النهاردة باستقالة اتحاد الكرة المصرية، عنوان تابعنا تفاصيله من امبارح، وده كان بعد النتيجة غير المرضية تماما لأداء المنتخب المصري مع مباراته امبارح مع منتخب جنوب أفريقيا وخروجه من الدور الـ16. الاستقالة أقل ما يمكن أن يحدث بعد حالة حزن وصدمة عاشها الجمهور المصري، عشناها كلنا، كل الجماهير اللي كانت جوه الاستاد حزنها كان واحد مع اللي بيتابعوا المباراة خارج الاستاد. أعمار كتيرة جدا، صور كتيرة جدا رصدت الحزن في عيون الأطفال قبل الكبار اللي كانوا بيعولوا كجيل جديد على هذا المنتخب في تحقيق أحلامهم في أهم حاجة عندهم، الكرة المصرية، حلم مصري. الحقيقة أنه الاستقالة اللي جات امبارح لاتحاد الكرة كان فيها الكثير أيضا من التوابع، خاصة أنه الدولة سخرت إمكانيات عظيمة، حسنت البنية التحتية للاستادات، للطرق، للمواصلات، التأمين، التعزيزات الأمنية، الاحتياطات الأمنية لتوفير استقرار وسعادة وأجواء إيجابية لكل الجماهير اللي بتدخل علشان تتابع المباريات، مباريات طبعا بيشارك فيها المنتخب الوطني. افتتاح للبطولة أبهر العالم، نظام دخول الجماهير جديد مختلف، حجز تذاكر على أعلى المستويات، وفرنا إمكانات وإجراءات وتسهيلات للمنتخب كدولة والجهاز الفني واتحاد الكرة. زيارة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لدعمه ولتشجيعه. زيارة أيضا من قبل وزير الدفاع. زيارة طبعا من وزير الشباب والرياضة. الدعم كان على كافة الأصعدة. الجمهور المصري كان متواجد بهتافاته وبموجات التسقيف وبالأغاني الوطنية والأناشيد اللي كنا وإحنا بنتفرج خارج حدود الاستاد بنرددها معاه من كتر ما كانت قوية وكانت كلها حماس، وكان التشجيع من قبل المباراة بشكل واضح جدا على السوشيال ميديا علشان المنتخب يقدم أحسن أداء عنده. صحيح كان في سلبيات وكان في تحفظات وكانت بتظهر أيضا من قبل الجماهير، وده حقهم لما يشوفوا أداء مش كويس يبتدوا بطبيعة الشعب المصري يتحفظوا عليه بأسلوبهم، ولكن في النهاية الجميع كان بيتحد على شيء واحد وهو الرجاء من أنه أداء المنتخب يكون في أفضل حال برغم أي ظروف مر بيها أو بأي تحديات ممكن يقابلها، لأن الدولة كانت بتسنده كل المطلوب، وفي النهاية النتيجة لم ترضي أحدا. أنا متخصصة، أنا مش متخصصة، أنا حالي حال ناس كتيرة حضرت كرة القدم في مبارياتها اللي تقدمت في البطولة سواء داخل الاستاد أو خارج الاستاد، كانت بتتمنى النجاح والانتصار والإنجاز للمنتخب الوطني، وكلنا اتفقنا في حالة الألم اللي حصلت بعد النتيجة. لكن من الواضح انه ما كانش فيه لا اداء ولا حماس ولا خطه للعب، ما كانش فيه حاجه. الناس حست ان اللاعبين وجهازهم الفني واتحاد الكره كانوا بيلعبوا على بطوله تانية خالص، ممكن تبقى مراكز شباب مش كاس امم افريقيه. هنتكلم اكتر عن اللي حصل من قبل طبعا القارئين للحدث، هنشوف مين هيدير الاتحاد بعد ما تم حله، مين متسبب في اللي حصل بعد كل الدعم اللي قدم من الدولة المصرية، بعد كل الإنجاز اللي تم الإشادة به من وكالات الإعلام الغربية، خاصة وإن البطولة دي تم إسنادها لمصر في وقت بسيط جدا عن موعد انطلاقها، وده يمكن ما بيحصلش أساسا مع الدول اللي بتؤسس وتقيم مثل هذه البطولات على أرضها، ومع كده مصر كانت قد المسؤولية وكانت جاهزة ومستعدة وأوراقها كلها مترتبة وظهرت في أبهى صورة أمام العالم من أول لحظة من حفل الافتتاح، وبنظام وبرقي وبرفعة ومكانة ومنزلة تستحقها مصر، إلا أن المنتخب كان على العكس. النهاردة مع الناقد الرياضي إسلام صادق هنعرف المزيد عن هذا الحدث، لكن قبل ما أسيب حضراتكم وهذا الموضوع نغلقه ونتجه لموضوع آخر،
لازم أقدم كل التحية والتقدير أولا لما قدم من قبل الدولة لمساندة المنتخب ولظهور البطولة بهذا الشكل اللائق، ولا زالت البطولة مستمرة بهذا المشهد الجميل اللي كان لافت للانتباه من قبل العالم، ولا زالت المباريات مستمرة على أرض مصر، ولا زالت أيضا الجماهير في المقدمة بتساند مصر وبتساند البطولة وبتتابع بشغف وبحب، لأنها أساسا بتعشق الكرة سواء من المباريات اللي قدمها المنتخب الوطني أو من مباريات بيقدمها منتخبات نتيجة عمل ونتيجة مجهود، بتستحق أنها طبعا تكون في مكانة أفضل وتتقدم حتى نصل إن شاء الله للفصل الأخير في هذه البطولة، ونشوف مين صاحب الحظ اللي حيتسلم كأس بطولة الأمم الأفريقية اللي بتنظمها مصر. بأكد على أنه التقدير أيضا للجمهور المصري، الجماهير اللي كانت ليها نصيب كبير جدا من الصورة الجميلة اللي بنتكلم عنها، الجماهير اللي كانت موجودة من ساعات طويلة جدا، لا فرق معاها الوقت ولا فرق معاها العامل الجوي، درجة الحرارة دي نقطة طبعا لا يمكن ان احنا نغفلها، في جماهير تانية كانت ممكن يعني تاخد حذرها، تحط في الاعتبار انه الاجواء صعبة وتروح على ميعاد المباراة ما تلتزمش مثلا، لكن في ناس جت من السفر، في ناس كانت موجودة بولادها بعيلتها، في ناس حجزت من بدري، في ناس كانت مرتبة أمور حياتها على مباريات البطولة طبعا، كمان تحديدا اللي كان بيشارك فيها المنتخب المصري، كانت مستعدة، كان في أجواء جميلة، كانوا يمكن شفنا مش بس الهتافات اللي كانوا جاهزين بيها، لا كان في كمان الكتير من الشارات اللي رفعت اللي خاصه بشهدائنا، اللي خاصه بتحيه للدوله وللتنظيم، اعلام مصر كانت بتحيط بالاستاد بشكل جميل جدا. ده هيفضل ان شاء الله لاخر يوم في البطوله، املنا في الجمهور الجميل ده، الصورة الحلوة دي اللي كنا يعني مبسوطين قوي احنا بنشوفها من قبل ما المباراة تبتدي، لان الجمهور كان بيقدم صورة تانية غير الصورة اللي على الارض في الاستاد، صورة المباراة كان عامل لوحة حلوة جدا، لوحة كلها وطنية وكلها انتماء، كلها مشاعر قوية، منسيش القوات الامنية، الشهداء، منسيش اي شيء قدم من اجل ظهور هذه البطولة بهذه طريقة، كان ليه طرق الخاصة في التحية وفي الإشادة، طرق بيشتهر بيها الجمهور المصري، جمهور الكرة المصرية، ده موجود لحد آخر يوم في البطولة، ده لازم يكون مصاحب للبطولة، ده لازم يكون ظاهر للعالم. البطولة مش بس المنتخب المصري، البطولة منتخبات كتيرة استعدت واجتهدت واتدربت وموجودة النهاردة على أرض مصر، البطولة يعني ضيوف كتير جم من بلاد كتير علشان يحضروا مباريات بيشارك فيها منتخباتهم الوطنية، ويحضروا مباريات أخرى خاصة بمنتخبات بتقدم أداء جيد ورائع في هذه البطولة، فلازم نكون احنا كمان موجودين ايد بايد، وموجودين واحنا بنهني وبنبارك وبنشجع، لان دي بطولة على ارض مصر وبتحمل اسم مصر. كل التوفيق لكل المنتخبات اللي مشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.